point. This is a story of me falling. I'm brashing up my arms, humbleness, fulfilling my calling. Hopeless, unmotivated potential figure. Senseless, with a lot of faith drowned in liquor. I lived a man's dream that once trapped in a circle. And I was once sent to this earth, exist to hurt you. Admire courage, hard worker, turn my knuckles purple. Down on my knees, I nurtured and now it's all gone. I'm burned on the inside, you can see the deepest flames in my eyes. But I'm in disguise, I'm the example. But I'm tired of the sacrifices, you can have a sample. But can you feel these shoes? Patience is getting the best of me. I thought my strength was endlessly. Allah looked through my heart, I wonder what he sees. My confession is mercy, but it steadily bleeds. That's life. الحياة حلوة but we corrupted it. The gift of God we've abused the hell out of it. I don't know who to trust so I stay focused. Even the woman that I love betrayed me, I notice. My life is like a fairy tale, but I'm trying to get out of this jail that's in my brain like cells, caught up between living in America, be with the one I love, do what I wanna do. I need guidance from above, but music is my life. My soul has been prison, my drug, my fix, the only thing that keeps me giving. I try to make a change, but confusion is a demon, it took over a game. So who's to blame? Who's to blame? Stop pointing your fingers at me, I wanna be free. And that's why تلعبي الدنيا تدور تلف بيا. تلعبي الدنيا تدور تلف بيا. That's life. بتضحكني وبتبكيني وتكسى عليا. بتلعبي الدنيا تدور تلف بيا. بتضحكني وبتبكيني وتكسى عليا. على بالي انك حبيبي نصيبي انت في كل لحظة بزماني. مشغلني انت وثاري قلبك الخالي. سالي وعني بعيد اذا انفنت كالتالي. اناني بالتأكيد تلعب لي وتلف وتدور يا حبيبي بيا. بتضحكني وبتبكيني وتكسى عليا. تلعب لي وتلف وتدور يا حبيبي بيا. بتضحكني وبتبكيني وتكسى عليا. من الحياة تراني مليت ونسيت كل اللي بيني وبينك. ضيعت عمري في الأحلام ضميت وعيوني صارت بيتك. ولحن الفرح غنيتك وناوتني. ليتك بس تفهمني ليتك. وانا كل عمر عطيتك وناوتني. تلعب بي الدنيا تدور تلف بيا. بتضحكني وبتبكيني وتكسى عليا. الدنيا تدور تلف بيا. بتضحكني وبتبكيني وتكسر عليا. تلعب بيا الدنيا تدور تلف بيا. تلف بيا. بتضحكني وبتبكيني وتكسر عليا. عليا عليا. تلعب بيا الدنيا تدور تلف بيا. بتضحكني وبتبكيني تكسى عليا عليا. قصي مراد جدا ليجندز. ثانك يو جايز سو ماتش. شكرا لكم. طب حسوي لنا سكراتش بسيط ولا؟ شكرا لكم والله. كيف حالكم باي ذا وي؟ اكيد لكل محبي فرقه او موسيقى الراب تحديدا. نحن اليوم نعرفكم على فرقه جدا ليجندز. هيدي الفرقة تألفت سنة 2007 إذا فينا نقول. هيدي الفرقة بتتألف من أربع أعضاء اللي هو كوساي ملقب بدون ليجند،
مراد الملقب بمود جاكس. كمان في شخصين بس مش موجودين معنا اليوم، اللي هو حسن الملقب ببيج اتش واشرف الملقب بولف. هلا ليه وولف؟ هلا بنعرف هو كل شيء. القصه ورا اللقب. ايه بدنا نعرف شو القصه. اكيد اول البوم طرح لكم سنه 2008 بعنوان دون ليجند كاميليان. خلينا نبلش مع قصي. قصي انا عرفت انه انت بداياتك من زمان كثير، يعني من 1994 تقريبا، وانتقلت لامريكا. خبرنا شوي هيك عن مسيره حياتك من 94 لوقت ما وصلت لهلا وبلشت بتاسيس، او بلشتوا كلكم سوا بتاسيس فرقه جده ليجندز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء انا من صغري كنت اعشق الميوزك. وعلى عام 93 كنا انا وما بيست فريند اخوي حبيبي فيصل القاضي بالجاج، كنا في الميوزك سوا وما ادري، وجبنا اكويبمنت اجهزه تو دو ميوزك، يعني نسوي برودكشن ودي جين والكلام هذا كله. طبعا الاوضاع على ايام زمان كانت صعبه شويه، بس حبنا للميوزك دفعنا انه نجيب الاكويبمنت والاجهزه ونسوي اللي احنا نبغى نسوي، نعبر عن نفسنا. بعدين تقريبا على 94 بدانا في الراب، لانه هذا الميوزك اللي احنا كنا نعشقه من صغرنا. سوينا كده شريط بسيط وكنا بنتكلم عن شوارع جدة والتحلية والاكتيفيتيز الشباب اللي عادة بيسووها. على عام 95 تقريبا صار في باز وديماند، بنسوي يعني حفلات هنا وهناك. 96 الحمد لله ربنا وفقني بمساعدة الوالد، وكان مهتم جدا انه اكمل دراستي، فطلقت على امريكا. وقلت برضه في نفس الوقت انا بدرس هناك، اتعمق شويه في المجال، يعني هناك الاساس بالضبط، حجه وحاجه يعني. اي بالضبط. وانا هناك طبعا الحمد لله درست البكالوريوس وخلصت الماجستير، بس في نفس الوقت وانا بدرس كنت في مجال الهيب هوب. بدات كدي جي في راديو ستيشن، وبعدين اي فرصه جاتني في اي كلب اي دي جي، وبنيت لنفسي اسم. بعدين نقلت من ولايه فيرمونت على ولايه فلوريدا، وعشت فيها تقريبا 8 سنين في اورلاندو. هناك جلست مع ماني هيب هوب ارتست من ستوديوز وبرودكشن ودي جي، فتعمقت اكثر دحين في مجال الفن، وحطيت الدي جي على الجنب شويه. برودكشن في البرودكشن وطبعا الرابينج. اول البوم انا سويته وخلصته مع بعض، خلصته كده حطيته على بعض، كان في 2002، كان اسمه ذا لايف اوف الصول، كان في اغنيه فيه اسمها جده. ففي 2002 لما خلصت البكالوريوس رجعت على السعوديه ازور الاهل، وكان معي كده مجموعه بسيطه من نفس الالبوم. وزعته للاصحاب والحبايب وبعض المحلات الصغيره. قررت اني ارجع امريكا اكمل دراستي. بداوا الشباب يكلموني ويرسلوا لي ايميلات، انت ايش سويت؟ ايش الالبوم هذا؟ ما ادري، والعالم بتسوي فلوس من وراك. طيب، كان في اغنيه اسمها جده. كنت انا بتكلم عن جده. جده الحمد لله ربنا وفقني انه هذه الاغنيه اللي انتشرت وتوزعت، وفي ناس كثير بدأوا يسألوا مين قصي، لدرجة انه في ناس طلعوا قالوا انا اللي غنيت الاغنية، وخذوا الشخص عادي، مو مشكلة، بتصير دايما انا ماني موجود. فنهاية 2005 الحمد لله، انا طبعا كنت ناوي انزل البومات ثانية، بس كنت ابغى اسوي بروفيشنال واي، يعني كنت بدور على شركة انتاج وتوزيع، لكن كان صعب وانا في امريكا وفي الشرق الاوسط لسه يعني ما هم عارفين موضوع الهيب هذا حيمشي ولا ما حيمشي، او الراب. فأنا استمريت في مجالي هذا في أمريكا. على نهاية 2005 قررت إنه أرجع، إنه خلاص يعني الواحد طول، الواحد بيرجع لأهله لحبايبه، حنين للبلد، يعني حنين للبلد بالضبط. فلما رجعت هنا في الأول كانت صعبة علي، لكن وقتها تقابلت مع حسن سمان اللي هو بيج اتش، وحسن وقتها كان معاه مراد، وقال لي حسن أنا أول من كنت بدور عليك من زمان، أنا من المهاجرين بأغاني، كان فاكر أغنية جدة، ليتس دو بزنس. بزنس على طول. على طول على طول على طول. حلو. جلسنا مع بعض، قال انا بفكر انه اول عنده الانتربرنور منتاليتي، قال انه انا طبعا بفتح شركه كده انتاج فني وتوزيع وفي الميوزك والكلام هذا كله وفي مجال الهيب هوب، وسيب كل شيء علي، انت بس خليك في الفن. طيب اوكي تمام. سويت الميوزك، قعدنا انا ومراد مع بعض على اساس انه لما رجعت قلنا اوكي كيف اقدر الحين نبدا نبني الهيب هوب اندستري، مو بس في السعوديه، في العالم.